هو ليس مجرد بناية تضم لوحات تشكيلية ومنحوتات فنية، بل رحلة عبر الأزمنة والعصور الغابرة من تاريخ الجزائر. المتحف الوطني أحمد زبان بوهران فضاء يعيدك إلى الماضي، إلى أزمنة لا نعرف عنها سوى هذه المخلفات التي تركها الإنسان في عصر ما قبل التاريخ. هنا في قاعة ما قبل التاريخ، اللي هي قاعة مختصة بكل ما خلفه الإنسان ما قبل التاريخ من أدوات صناعات حجرية أو صناعات عظمية أو مخلفات اللي تعكس النشاطات والمهام اليومية اللي كان يؤديها هذاك الإنسان. نشوفوا هنا عندنا نسخة من فك سفلي لإنسان تيغنيف اللي وجدت في معسكر. هذه النسخة هي نسخة من الفك الموجود الآن في متاحف فرنسا. كذلك نشوف ثراء كبير للقاعة من حيث الصناعات الحجرية اللي خلفها الإنسان في كل القطر الجزائري شمالا وجنوبا، ما بين الصحراء ما بين الشرق الجزائري، وتمثل مغارات وهران هنا في مرجاجو ثراء كبير من حيث المخلفات والصناعات الحجرية كما نرى الآن. هذه النصيلات الحجرية المستعملة في التقطيع. أساطير رويت وحضارات تعاقبت، جسدتها تماثيل ولوحات تشكيلية وبقايا نقوش وكتابات، حتى تلك التي تروي الماضي العريق لمدينة وهران. نرى في قاعة الآثار القديمة اللي هي قاعة مختصة بكل ما مر على من حضارات على تاريخ الجزائر، من الحضارات الليبية المحلية ثم الفينيقية والبونية إلى الحضارات الرومانية. كما هو واضح هنا لدينا نقش ليبي أو كتابة من الليبية وجدت بغليزان سيدي محمد بن علي، لتمثل أو تبين الكتابات أو النقوش اللي كانت مستعملة آنذاك. فن صخري له امتدادات إفريقية وموجود على مستوى الوطني وموجود على مستوى الإفريقي وموجود في الجنوب الجزائري خصوصاً. مجموعات متحفية تنوعت بين عصر ما قبل التاريخ إلى التاريخ الإسلامي، يضاف إليها مسكوكات تجاوز عددها 10,000 قطعة. فيه مجموعات من ما قبل التاريخ إلى العصر القديم، إلى الإثنوغرافيا، قاعة الفنون الجميلة، الفن الإسلامي، متحف يحوي على المسكوكات حوالي 14,000 قطعة من المسكوكات من مختلف العصور، من ما قبل التاريخ إلى اليوم. هناك مجموعات من العصر الوسيط، من العصر الحديث والمعاصر إلى آخره. يعني أننا إذا أردنا أن نبحث عن هويتنا وتاريخنا وذاكرتنا فعلينا أن نذهب ليس فقط إلى متحف زبانة، ولكن كل المتاحف على مستوى القطر الجزائري. بين الآثار القديمة والفنون التشكيلية واللوحات الفنية تنوعت محفوظات متحف زبانة، متحف يتيح لزواره اكتشاف مخزون حضاري يعكس ثراء الموروث الجزائري الضارب في عمق التاريخ.